انت عارف انت عامل لنا ايه؟ المهندس محمد دوا، المدير التنفيذي لمؤسسة قطرات الخير. احنا متواجدين بقالنا 3 ايام من يوم الاربعاء، من ساعه ما صدر القرار بفتح المساجد. تمام. بدانا عملنا بروتوكول ان احنا نطهر مساجدنا. احنا عملنا مبادره تطهير دول العباده، يعني احنا خدنا الكنائس والمساجد الاثنين طهرنا الحمد لله جزء كبير من اسكندريه. تمام. فاحنا المرسي ابو العباس متواجدين فيه من امبارح، عملنا عمليه تطهير، والنهارده عملنا عمليه تطهير قبل الصلاه وبعد الصلاه، ورش عطر علشان المصلين تبقى الروائح اللي بتشمها تبقى روائح مش روائح المواد التطهير. وتم لصق علامات المصلين، والشباب المتطوع متواجد وشباب المؤسسة لمساعدة المصلين أثناء الدخول والخروج عشان ما يحصلش تكدس أثناء الدخول ويبقى في مسافات التباعد بين المصلين. هنتواجد لحد امتى؟ هل يومين ولا ده بس بشكل الأول بس في لحد ما الناس تتعود؟ الفترة الأولانية لحد ما الناس تتعود على طريقة الدخول والخروج، وعشان ناخد أكتر من مسجد، يبقى معانا أكتر من مسجد نقدر نمر عليهم. مش هينفع نبقى متواجدين في نفس المسجد كل يوم. هي خلاص الحمد لله المصلين بدأت تستوعب الفكرة هتبقى ماشية إزاي. عندنا كام شباب متطوع؟ اللي موجودين حاليا في المسجد دلوقتي دول حوالي 20 متطوع، وإحنا بقى في المؤسسة كل مسجد فيه مجموعة من المتطوعين هي شغالة بقى.